أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا أصحابي جوا كتابي، وبقوا أصحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكي لكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا تروماي؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثارات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جده خوفه وجده عمري لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراية مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والضرب النمناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة، الهبركة دبرة. كلمة سر تدوس على السر، كلمة سر تدوس على السر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا
حبيتوها حترجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. ألالو 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 ألالو، من عندنا شحيبر بيهديكوا كتير السلام، بيسلم على والدي وعلى جدي وأبو جدي وأبو أبو اللي جابوا جد جدي. سوي تعمل ايه؟ أنا كنت بسلم على أجداد أجدادي. ما تجيش ناحية الجهاز ده خالص. حاضر، بس اصل الاستاذه ما جاتش النهارده، علشان كده قلت اشتغل مطرحها. ايه، ضربت التليفون وقالت مش جايه؟ لا. جه ميعادها يعني ولا جاتش؟ لا. بعتت حد وقالت مش جايه؟ لا. في اشاعه في البلد طلعت وقالت انها مش جايه؟ لا. طب لعلمك بقى يا ست سوقي، لعلمك ان دلوقتي بالظبط معاد وصول عزة. تعرف يا أستاذ إن الكتاب اللي حضرتك اديتهولي ده قريته امبارح وكان هايل عظيم. لا برافو. وأنا جاتلي فكرة. آه. إيه رأيك لو تقابل الحاكم اللي اتكلم عنه الكتاب ده؟ واضح يا عزة إنك في الفورمة النهاردة قوي. تعرف يا أستاذ إن ده كان أول حاكم يستقل بحكم مصر عن الخلافة العباسية. أيوة عارف. عارف بأمارة ما بيت العيلة جنب الجامع بتاعه المشهور في حي مصر القديمة. ده هو اللي بنى الحي ده وسماه مدينة القطائع. طيب فاكرة سنة كام؟ طبعا يا أستاذ، 868 ميم ميلادية يعني. برافو برافو، تستهليها. شكرا. بس الحاكم ده بقى يا أستاذ ما يعتبرش جد لينا. ليه؟ لأنه كان تركي. آه، هو صحيح كان تركي، إنما كان بيحب مصر حب كبير قوي، واعتبر مصر وطنه الأول، واتجوز مصرية. متفقين؟ متفقين. بينا على هناك. مش حد هنا ولا إيه؟ يا هلا الله اللي هنا. يبيع ايه الراجل ده؟ تاخد من يا راجل، اصلب طولك اصلب طولك، هتموت. طب 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 وبعدين بقى ايه مالك؟ في ايه؟ طب طب ليه عايز تاخد روحي؟ واخد روحك اعمل بيها ايه؟ هقول لك حاجه، انا حفيدك وانت جدي. انا جدك؟ اه. ازاي ده؟ انا مش متجوز. هو انت لسه ما اتجوزتش؟ ايوه مش متجوز. الحكايه دي هتحصل بعد 1000 سنه. لو احسبها لك بالظبط هتبقى لا 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 لا. ايه؟ ارجوك اتكل على الله. ما انا هتكل على الله، بس عايز اسالك سؤال واحد. انت ازاي سبت الدكانه ومشيت؟ ما انتش خايف من الحراميه؟ مصر ما فيهاش حراميه، احنا عايشين في عصر الامان. طب لو سمحت. ايه انت بتبص على ايه؟ خليك معايا هنا. لو سمحت انا سيب 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 الجاكيتة. اوعى جاكيتة. تسمح لي، انا عايز اروح قصر الحاكم.
عايز اروح قصر الحاكم. خليك معايا يا امار. عايز اروح قصر الحاكم. انا لسه جاي من هناك. لسه جاي من هناك؟ طب ممكن توصفولي؟ انا ممكن توصفولي؟ انا اوديك بنفسي. لا انا مش عايز اتعبك معايا الحقيقه، يعني اوصفولي وانا اروح. جاكيتة. سير جاكيتة. اصل انا لو ما وصلتكش مش هيسمحوا لك بالدخول. طيب يعني هتيجي معايا؟ اه. وايه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ اتفضل معايا. اتفضل. يلا. انت موديني فين يا انكل؟ هو ده بقى قصر الحاكم؟ ايه ده؟ دخلت دكاني لقيته جوه ولابس جاكيتة. بساله انت مين؟ قال لي انا حفيدك. وانت جدي؟ حفيده؟ حفيده. ممكن ابقى حفيدك وانت جدي. جدك؟ مال. وممكن ابقى حفيد دول وهم اجدادي. السلام عليكم ورحمه الله. اجدادك؟ اجدادي. ايه؟ قدامي على السجن. ليه؟ سجن ليه؟ قدامي على السجن. يا سيدي اعمل معروف انا عايز اروح قصر الحاكم. ممكن تسجنني بكره وسيبني انا دلوقتي. قدامي دلوقتي على السجن. يا سيدي اعمل معروف لو سمحت. قدامي على السجن. قدامي على السجن. قدامي. عزه قصر الحاكم. يا عزه. عزه تنادي. يا استاذ عزه تنادي. يا عم فؤاد ما تروحش قصر الحاكم. الحاكم مش موجود هناك. دور عليه في موقع بناء الجامع الجديد. انت سامعني؟ عاش الحاكم الرحيم. عاش الحاكم الرحيم. عاش الحاكم الرحيم. عاش الحاكم الرحيم. هم العمال بيشتغلوا لحد امتى يا وزير؟ لحد صلاة المغرب يا مولاي. لا، لحد صلاة العصر وكفاية. يرجعوا بيوتهم على طول. امر مولاي. وبامر مني يصرف لكل عامل العشاء. عاش الحاكم الرحيم. عاش الحاكم الرحيم. عاش الحاكم الرحيم. يا مولاي انا عندي مظلمة عايز اقولها لك. الراجل البقال كان خايف مني واقف يترعش قدامي، واول ما اديته الامان يسلمني لمركز الشرطة. انت مين؟ انا اللي قريت كتب ياما، لقيت الدنيا دوامة وفيها الناس معادنهم ذهب مرة ومرة نحاس ومرة صفيح ومرة ماس. سألت بدهشة عن سر اختلاف الناس، قالوا لي بالعمل وحده البشر يتقاس، وبالأخلاق بتعلى ناس وتوطى ناس. عجيبة الدنيا يا مولاي، تجيبك من بلاد الدردنيل للنيل، تخليك تعشق الشمس اللي لما تميل يسيل التبر في المواويل وتتحرك شجون الناي. عجيبة الدنيا يا مولاي، تجيبك من بلاد الله وترسم مصر في عيونك إيمان وصلاة، وتوهبها الأمان من كل غازي دخيل، بنيت في البر جيش جرار وفي البحر الكبير أساطيل. زراعة إيه؟ صناعة إيه؟ مدارس إيه؟ ضروري الشعب تتجمع قلوبه حوالين اللي شايل مصر جوه عينيه. توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة. الفصورة في البنورة. من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين. وهو ده المطلوب يا ولاد. عم فؤاد ويا الأجل.